السؤال الثاني شيخنا تقول أني أقرأ من المصحف في قيام الليل وأقلب الصفحات. نعم، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا حرج على الإنسان في أن يمسك بالمصحف في أثناء صلاته النافلة بالليل. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ بها مولا لها، وكان يمسك المصحف معه في صلاته، وكان ذلك مما ينقل ومما يتعرف عليه الناس، ولم يرد إنكار له من أحد من الصحابة. وبالتالي لا حرج على السائلة في كونها تمسك بالمصحف في صلاة الليل وتقرأ منه.